اسمه الاوز بي اف. تعال نفتح كده الباوربوينت، ادي شابتر واحد اهو من الاوز بي اف. هنتكلم على حاجه اسمها السنجل اريا اوز بي اف، ده اول نوع من الاوز بي اف عندنا. الاوز بي اف دوت كراوتنج بروتوكول مش بتاع حد، وعشان كده باختصار كلمه اوبن، او يعني اوبن، او ديت يعني اوبن اهو. او دي يعني اوبن، الاس دي يعني شورتست يعني اقل مسار، باص فيرست. فالاوز بي اف دوت مش بتاع حد، مش بتاع شركه يعني، هو اوبن ستاندر يعني هتلاقيه على كل الراوترات، لا بتاع سيسكو ولا بتاع جينيبرز ولا بتاع حد. ومن الراوتنج بتكون محترمه جدا اللي انت هتكمل فيها في سيسن بي ان شاء الله، تمام كده؟ فلو حد جامد كده فينا ممكن ياخد الشرح ده ويروح يذاكر شويه بتوع سيسن بي ويخلص نفسه بتوع الاوز بي اف، ده الشغل بتاع الراوتنج. طيب الاوز بي اف طلع منه اتنين فيرجن، فيرجن 2 وده بيشتغل مع الاي بي فيرجن 4، وطلع منه فيرجن 3 وده بيشتغل مع مين؟ مع الاي بي فيرجن 6، تمام. فبيقول لك الاوز بي اف فيرجن 2 عملوه سنه 88، الاوز بي اف فيرجن 3 عملوه سنه 89، وعملوا فيه ابديت سنه 2008. الاوز بي اف هو كلاسلس راوتنج بروتوكول. يعني ايه كلمه كلاسلس؟ حد عارف؟ بس برضه مش ده التعريف. لما بيجي يبعت الابديت بيبعته مع السبنت ماسك بتاعه. تمام؟ ماشي؟ الناس بتوع القاهرة بقول لهم بيذاكروش ليه وبتاع في آخر يوم، فقالوا لي طب هم الناس اللي معاك يا باشمهندس في الفيديو ما بيذاكروش برضه، عليكم انتم. الابديت وايه والسبنت ماسك، انا ما سجلتش معاهم بديهم الفيديو بتاعكم. الابديت والسبنت ايه؟ والسبنت ماسك، يعني هو بيبعت الابديت، كل ابديت بيبعته مع مين؟ مع السبنت ماسك بتاعه. تمام؟ طيب السكيور. الاوز بي اف بيقبل ان انت تحط عليه اوثنتيكيشن. يعني هناخد دلوقتي كده مع بعضنا في شابتر 2 بتاع الاوز بي اف، ان كل ابديت هنبعته هنحط معاه باسورد عشان ينبعت من الشفر، عشان لو حد قاعد في السكه وعمل كابتشر للباكت دي ما يعرفش يقرا اللي فيها. فالاوز بي اف فيه فيتشرز ان انت ممكن تحط باسوردات على الراوترات عشان كل راوتر شغال اوز بي اف قبل ما يبعت الابديت بتاعه ما يبعتوش كده، يشفره الاول بباسورد. تمام كده؟ فهو سكيور. سكيلابل. الاوز بي اف بيغطي unlimited number of routers، يعني لو الشبكه بتاعتك فيها 200 راوتر يغطيها. طب الريب كان اخره كام؟ 15. فالسكيلابل معناها كم عدد الراوترات اللي الاوز بي اف ممكن يغطيها. فاست كونفرجنس. يعني ايه كلمه فاست كونفرجنس؟ يعني الاوز بي اف بيعرف الراوترات على كل الشبكات اللي موجوده في الشركه بسرعه. فاكرين الكونفرجنس معناها ان الراوتنج تيبل بتاع كل راوتر يكون فيه نفس المعلومات اللي موجوده على ايه في الراوترات اللي جنبه. افيشنت بيشتغل مع اي نوع من انواع الشبكات. تمام؟ طيب خدنا قبل كده مع بعضنا ان اي راوتنج بروتوكول، اي راوتنج بروتوكول له ثلاث مكونات. ايه هما؟ تعالى كده نشوف مع بعضنا. اي راوتنج بروتوكول بيبقى له ثلاث مكونات. فاحنا لو بنتكلم على الاوز بي اف هنلاقي ان الاوز بي اف له مكون الاولاني اسمه ايه؟ المسج، رسائل. فالاوز بي اف بيبعت خمس انواع من الرسائل. رساله اسمها هالو، هنشوفها حالا دلوقتي مع بعضنا. الراوترات اول ما تقوم كده من النوم تقول لبعضها ايه؟ صباح الخير هالو. وفي عندنا رساله اسمها داتابيز ديسكريبشن، وفي رساله ثانيه اسمها لينك ستيت ريكويست ال اس ار، وفي رساله رابعه اسمها لينك
state update lsu وفي رسالة اسمها link state acknowledge هشرحهم واحدة واحدة ما تقلقوش. يبقى الراوتر اللي شغال OSPF بيبعت كم نوع من انواع الرسائل؟ 5 رسائل تمام كده. اك لينك ستيت اكنولج هلو داتابيس ديسكريبشن لينك ستيت ريكويست لينك ستيت ابديت لينك ستيت اكنولج. طيب دي اول مكون من مين؟ من اوس بي اف. اي راوتر شغال اوس بي اف له كام؟ 3 مكونات. الايه مسج هو الاوس بي اف بنحطه على راوترات على الراوترات اللي عندنا في الشركه. فايدته ايه؟ انه يعرف كل راوتر على الشبكات البعيده عنه زي الريب بالظبط زي الاستاتيك تمام كده. طيب تاني مكون عندنا يا شباب تاني مكون عندنا الالجوريزم. يعني الاوس بي اف المكون التاني بتاعه مين؟ الالجوريزم. الالجوريزم بتاع الاوس بي اف اسمه شورتست باس فيرست اللي هو ايه؟ اس بي اف. ده اللي بيحسب احسن مسار. الالجوريزم يعني اللي بيحسب احسن مسار. واللي عمله حد اسمه ايه؟ ديجيكسترا. ده اسم الراجل اللي عمله. مشهور قوي الالجوريزم ده، مشهور جدا. حلو الكلام؟ طب ثالث مكون عندنا اسمه التابلز، الجداول. الاوس بي اف بيكاري 3 جداول. اول جدول اسمه الراوتينج تيبل، تاني جدول عندنا اسمه التوبولوجي تيبل او ساعات بيسموه داتابيس تيبل، تالت جدول عندنا اسمه النيبر تيبل. نيبر ايه؟ يجب وانت بتذاكر تحط قدامك الرسمه دي كده او تكتبها الاول كده قدامك، لان الشابتر الاولاني بقى هنقعد نشرح كل الكلام اللي قدامك ده. يبقى الاوس بي اف يا جماعه بيتكون من كام مكون؟ 3 مكونات. رسائل بيبعتها ما بينه وبين الراوترات اللي جنبه وهم 5 انواع. الجوريزم شغال عشان يحدد احسن مسار اللي هو الشورت باس فيرست. ثالث حاجه جداول بيبنيها علشان يحط فيها المعلومات بتاعته اللي هما الراوتينج تيبل والتوبولوجي تيبل والنيبر تيبل. تعال نشرح بقى الشجره دي بالتفصيل بقى. يلا كده بيقول لي الاوس بي اف بيبني جداول اسمها داتا ستراكشر. جداول بنقول عليها داتا ستراكشر. اول جدول اسمه النيبر تيبل. ايه النيبر تيبل ده؟ لو جيت تترجمها كده جدول الجيران. يعني ايه جدول الجيران؟ حضرتك اول ما بتشغل الاوس بي اف على الراوتر، اول ما تشغل الاوس بي اف على الراوتر اسف اهو، وهو متوصل براوتر جنبه بيقوم باعت هلو مسج اسمها هلو. اول مسج عنده الهلو دي بتنبعت ايه؟ الهلو دي بتنبعت بريودك. يعني ايه كلمه بريودك؟ يعني كل شوية بيبعت الهلو. الهلو بتاعتنا بتنبعت باتنين تايمر، تايمر كل 10 ثواني وتايمر كل 30 ثانية. يبقى الهلو دي بتنبعت كل كام تايمر؟ 10 و30. طب امتى بتنبعت كل 10 وامتى بتنبعت كل 30؟ لو كان اللينك بتاعك اعلى من 1.5 ميجا فالراوتر بيبعتها كل 10، لينك سريع يعني. لو اللينك ما بين الراوترين اقل من 1.5 ميجا بيبعتها كل كام؟ كل 30 ثانيه. يبقى الهلو بتاعتنا دي رساله بتنبعت بريودك كل 10 ثواني وكل 30 ثانيه تمام. طب لما الراوتر يجي له هلو هيرد عليه ايه؟ بهلو. يبقى لو الراوتر ده شغال اوس بي اف والراوتر ده انت مشغله اوس بي اف فبيعطوا البعض لبعضهم هلو كل شوية. طب الراوتر ده رد عليا بهلو R2 وده بعت لي هلو R1،
الراجل ده عنده جدول اسمه جدول النيبر. جدول ايه؟ النيبر. يحط فيه الناس اللي بعتوا له هالو، الناس اللي جنبه اللي بعتوا له هالو. مين اللي بعت له هالو دلوقتي؟ ارطغرل. طب وده مين اللي بعت له هالو دلوقتي؟ يحط عنده في النيبر ثيور بتاعه بس. يبقى جدول الجيران ده محطوط فيه مين؟ جيراني اللي جنبي اللي شغالين نفس الراوتنج بروتوكول. طب لو انا ببعت للرضا هالو كل 10 ثواني، هو جنبي اهو، ببعت له هالو كل 10 ثواني، قعدت شويه ما بعتلوش، يشيلني امتى؟ لا يشيلني بعد اربع مرات من هالو. اربع مرات منين؟ يعني لو هو انا كنت ببعت كل 10 يشيلني بعد قد ايه؟ 40. طب لو كنت ببعت كل 30 يشيلني بعد ايه؟ 120. التايمر ده يا معلم اسمه الديد تايمر. اهو اهو كده، ده اسمه ايه؟ الديد تايمر. اهو الديد تايمر. الديد تايمر في الاوز بي اف اربع مرات الهالو انترفال. فلو انا كنت ببعت لك كل 10 ثواني، لو ما بعتلكش في خلال 40 ثانيه اشيلك من عندي من التيبل. طب لو كنت ببعت لك الهالو كل 30 انتظرك كام ثانيه؟ 120. ها في مشكله عند حد شباب؟ في مشكله عند حد كده لحد دلوقتي؟ طب نكمل مع بعضنا كل الكلام ده على الاوز بي اف. فبقول لي انا عندي في جدول اسمه النيبر تيبل، هنطلعه عندنا من الراوتر بكوماند اسمه شو اي بي اوز بي اف نيبر لما نيجي نعمل الكوماندات. طب الجدول اللي بعد كده اسمه التوبولوجي تيبل. ايه التوبولوجي تيبل ده؟ تعال كده نشوف مع بعض. التوبولوجي تيبل ده هوت، لو انا عندي مجموعه من الراوترات اهي، بص الاوس بي اف شغال ازاي اهو اهو اهو، حلو الكلام كده اهو. الراجل ده حواليه شبكتين او ثلاثة اهو، والراجل ده حواليه شبكتين اهو او ثلاثة اهو. اول خطوة عندنا ار واحد وار اتنين. ار واحد يبعت لار اتنين هلو، يوم ده رد عليه بهلو، بقول اتنين جيران بعض. ار واحد عنده كم شبكة؟ واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، يوم عامل تلاتة رسايل اهو، خمس رسايل اهو، خمس رسايل ابديت. الاوز بي اف بيسميهم لينك ستيت ادفرتايزمنت، اعلان يعني، لينك ستيت ادفرتايزمنت. حاطط فيهم ايه؟ حاطط فيهم الشبكات اللي حواليه بالكوست بتاعتها بالباندويت بكل المعلومات عن الشبكه، واخد الرسائل دي باعتها لمين؟ للراجل اللي جنبه. يوم الراجل اللي جنبه عنده داتابيز، عنده قاعدة بيانات، واخد الشبكات اللي جات له من ار واحد ويكتب كده ار واحد ال اس اي، واخد منها نسخة ويسكت؟ لا، يبعتها للراوتر اللي جنبه. الراوتر اللي جنبه حطيت عنده فين؟ في الداتابيز ار واحد ال اس اي، شبكات ار واحد، وبعتها لمين؟ وهكذا. يا نهار ابيض، انتوا عارفين في الداتابيس بتاعه الراجل ده بيبقى عنده كام ار ال اس اي؟ بيبقى عنده الراجل بتوع الراجل ده وبتوع الراجل ده وبتوع الراجل ده وبتوع الراجل ده وبتوع الراجل ده كلهم. يعني انا دلوقتي متوصل برضا، ورضا بباسم، وباسم بمحمد، ومحمد بمصطفى، ومصطفى بمحمد، محمد يبعت لمصطفى، مصطفى ياخد منها كوبي يبعتها لمحمد، محمد ياخد منها كوبي يبعتها لباسم، باسم ياخد منها كوبي يبعتها لرضا.
بس ما عارف لحد ما انا يجي عندي في الداتابيس بتاعتي كام ال اس اي اللي هو بتاع مين؟ بتوع محمد منصور وبتوع مصطفى وبتوع محمد فوزي وبتوع باسم وبتوع رضا. ايه هو بيعمل ايه؟ اللينك ستيت داتابيز دهوت او اللينك ستيت بروتوكول الاوز بي اف ده من نوع اللينك ستيت اللي اول بيبني خريطه. فاكرين الراجل كان ماشي بالعربيه؟ قلنا الديستنس فيكتور ده راجل ماشي بالعربيه ما يعرفش عن الشبكه غير ان هي بتبعد عنه بقد ايه ويوصل لها ازاي. اما اللينك ستيت ده كل راوتر بيبني خريطه فيها كل الشبكات من كل الراوترات اللي هي الداتابيز دي. طب وبعد ما الداتابيز دي يبنيها يعمل ايه؟ الخطوه اللي بعديها بعد ما يبني الداتابيز بتاعته اللي فيها كل الطرق بتاعته اللي جاله من كل الراوترات يطبق عليها مين؟ يطبق عليها الالجوريزم اللي هو اسمه شورتست باث فيرست. يطلع له احسن ايه لكل شبكه فور اتش ايه نتورك. ازاي يا عم؟ يعني هنفترض مثال كده، نفترض مثال لو في عندي هنا ايه راوتر ومتوصل بالراوتر ده كده حلو. فاحنا عندنا طريقين للراجل ده الشبكه دي، مره الراوتر ده ياخدها كده ومره ياخدها ازاي كده. فالراجل ده هيقول له ايه الطريق ايه صح؟ مره هيبعت ال اس اي للراجل ده وده يبعتها له، ومره هيبعت له على طول ال اس اي بتاعته. فالراجل ده عنده في الداتابيز كام طريق؟ اتنين. بس لما يجي يطبق الالجوريزم بقى يطلع له احسن طريق فيه اقل كوست، وهنشوف الكوست بتاعه ازاي دلوقتي. ياخده يحطه فين يا معلم؟ في الراوتينج تيبل. حلو حلو حد الان. بس عيبه بقى في ايه؟ محدش ملاحظ ان الباكت بتاعت محمد منصور عدت عليكم كلكم لحد ما جات لي. تصوروا بقى لو احنا عندنا 700 راوتر في الشبكه زي بتعطي داتا كده، الراوتر رقم واحد هينتظر لحد ما ال 700 هناك في الصعيد يبعت له بتهرج ده شبكه وترافيك وفلوس مدفوعه وميموري طب الحل؟ الاوز بي اف بقى يا جماعه بيقبل ان انت لو عندك شبكه كبيره، لو عندك شبكه كبيره زي الشبكه دي كده مثلا اهو اهو شبكه زي دي اهو دي الشبكه مثلا بتاعتي داتا اهي اهي اهي، تقوم مقسمها لشبكات صغيره. يعني هاجي هنا كده على الشبكه دي واقول له انتوا شبكه اسمها اريا زيرو، انتوا شبكه كده موجودين في طنطا مع بعضكم كده هسميكم اريا واحد، انتوا كده مع بعضكم في شبكه تانية هسميكم اريا كام؟ اريا اتنين او اريا 51. بحيث بيقول لك ريكومندد، يعني يفضل لو انت راجل بتاع ديزاين بقى ان كل اريا من 50 ما تزيدش عن 100 راوتر عشان الترافيك. يعني متاح لك من 50 ل 100 ايه اعمل الشبكه بتاعتك، 50 كويسين قوي بس ما تزودش عن 100. طب واحد عمل 10، واحد عمل 2 في اريا واحد شغال، ايه المشكله؟ طب ايه اللي بيحصل؟ الرجاله اللي هنا الرجاله اللي هنا يتفاهموا مع بعض ويبعتوا ابديت لبعض ولهم نفس الداتابيز، فلهم داتابيز اسمها داتابيز واحد. يعني داتابيز جدول في كل الشبكات. طب والرجاله دول لهم داتابيز اسمها داتابيز زيرو. طب ودول لهم الداتابيز بتاعتهم اسمها داتابيز 51. الشبكات اللي فيهم كلهم اللي في الاريا كلها. فاحنا الديزاين بتاعنا كده كده في مصر عاملينه ازاي؟ ان في كل محافظه حاطين راوتر تبع الاريا زيرو اهو، ده في طنطا اهو حاطين لهم راوتر تبع مين؟ تبع الاريا زيرو، مسمينه الراوتر بتاع الكور، رابط كل بقى الايه الراوترات اللي بكفر الزيات وباسيون ومعرفش زفته ومعرفش مين ومعرفش مين، دول مع نفسهم كده بالظبط بالظبط. فايه دول مع بعضهم كده يهروا في بعض. ده الراوتر مرمي في اسوان
موجود عليه بقى بتاع ادفو وبتاع المراكز بتاعت اسوان وما اعرفش فين كمان واحد اهو، وهنا متوصلين ببعض اهو. فايدته ايه بقى يا معلم باسم؟ الراجل دول يقعدوا يهروا في بعض، دول يقعدوا يهروا في بعض، بس في الاخر بعد ما يخلصهم اخد الثمر بتاعهم. عندنا 50 طريق هاخد ايه الثمر بتاعهم ادي لمين يا معلم؟ للراوتر ده اهو اللي على الحافه ده اهو. الراوتر اللي له رجل في الاريا واحد واريا زيرو ده بيسموه ايه؟ بيسموه اريا بوردر راوتر او اي بي ار. هتتهروا انتوا لما تكونوا شغالين راوتر، هتتهروا بقى في الحاجات دي. انا هدي دلوقتي هتعمله، انت هتعمله دلوقتي قبل ما نروح هنعمله، وهندي اكتر من اريا. فالراجل ده عنده 50 شبكه هنا في طنطا، مش هيدي لبتاع القاهره غير شبكه واحده ملخصهم كلهم. ده دي جميل جدا. انت عارف ليه يا محمد؟ تصور كده لو شبكه في طنطا وقعت، خد بالك الناس اللي في الاريا الثانيه ما لهمش دعوه، بتوع طنطا هم اللي يعرفوا بس اهو. بس اصل انا عندي الملخص، انت عارف امتى الملخص يتغير؟ لو كل الشبكات وقعت بتاع طنطا، فبقيه الاريا مش هتشتغل، بقيه الراوترات مستريحه. لو شبكه في اسوان وقعت، يعني على سبيل المثال لما انا جيت قلت لكم دي الشبكات بتاعت اسوان اهي، دي طلع ملخصهم كام وانتوا بتعملوا تلخيص دلوقتي؟ 190 168 00 00 اهو. لما ده تقع هو ده وقع؟ لا، يبقى بتاع طنطا وبتاع القاهره وبتاع اسكندريه مش هيحس، ده عنده اسوان شبكه وقعت. اللي عندهم متفرطين هم اللي هيحسوا، انما انا مدي الناس اللي بره مين؟ ملخص. طيب شبكه جديده انضافت جوه الملخص، عادي يا عم، هو الملخص حصل فيه حاجه؟ انا عارف ان اي حاجه بدايتها 192 168 ارميها على الراوتر بتاع اسوان، وهم هناك عنده متفرطين، لما تروح هناك لو لا وقعه يبقى يشيلها يبقى وقعها. وفرت بروسيسنج، وفرت ترافيك، صح الكلام؟ يبقى هنا يا جماعه انا ممكن اقسم الشبكه بتاعتي لاكثر من اريا، وعشان كده هناخد نوع في شابتر الاخراني اسمه الاوز بي اف مالتي اريا، اللي بيشتغل مع اكتر من اريا. او ممكن كل الراوترات ده يا معلم نشغلها في ايه؟ اريا واحده، فسميه اوز بي اف سنجل اريا. حلو الكلام كده؟ اهم حاجه احنا عندنا اريا في النص اسمها ايه؟ اريا زيرو، دي لازم تكون موجوده، لازم تكون موجوده. بيسموها ترانزيت اريا، او بيسموها الباك بون اريا، او بيسموها ايه؟ الباك بون اريا. حلو الكلام كده؟ في مشكله كده عند حد؟ طب تعال نكمل كده مع بعض. يبقى عندنا الاوز بي اف بيعمل ثلاث جداول، ايه هما؟ اول حاجه النيبور تيبل بحط فيه جراني، التوبولوجي تيبل بحط فيه، التوبولوجي تيبل بحط فيه ها الداتابيز بتاعتي، الراوتنج تيبل بحط فيه احسن مسار. طب المسج، المسج اللي الاوز بي اف بيبعتها؟ لا يا معلم، المسج الراجل بيبعت مسج اسمها هالو، بيبعت مسج اسمها داتابيز ديسكريبشن، بيبعت مسج اسمها لينك ستيت ريكويست، بيبعت مسج اسمها لينك ستيت ابديت، بيبعت مسج اسمها لينك ستيت اكنولجمنت. خمس انواع من المسج، تعال نشرحهم بقى. اول ما الراوتر يقوم من النوم، ها 1 4 مش 4 برضه؟ 4 اول ما الراوتر يقوم من النوم يبعت لي الراوتر اللي جنبه هلو 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 هلو، الرساله اسمها ايه؟ هلو باكت. اول حاجه خالص، اول مسج عندنا هلو. طب وبعدين؟ اول ما تبعت لك هلو وتبعت لي هلو، بقينا احنا جيران لبعض، كل واحد يلم الشبكات اللي حواليه في مسج اسمها ايه؟
ال اس اي مسج اللي هو اختصار كلمه ايه لينك ستيت تمام كده ادفرتايزمنت اهو ادفرتايزمنت لينك ستيت ادفرتايزمنت فيها كل الشبكات بتاعتي بكل الانفورميشن بتاعتها وعشان كده بيسموها لينك ستيت لينك يعني اللينكات بتاعتي ستيت يعني حالتها بكل المعلومات بتاعتها وابعتهم للراجل اللي جنب النيبور بتاعي اللي كان بعت لي هلو تمام طيب بعد ما كل راوتر يجمع كل الشبكات بتاع كل الراوترات يعني انا عندي كام راوتر هنا 1 2 3 4 5 لو هم في نفس الاريا فتلاقي الداتابيز ده اهي فيها كام فيها 5 راوترات ال اس اي باكتس الباكتات اللي جايه من كل الراوترات ما كل راوتر بياخد نسخه ويفرضها اللي بعده نطبق عليها الالجوريزم اللي هو اسمه ايه بقى شورتست باث فيرست يطلع لي احسن طريق احطه فين في الراوتينج تيبل حلو امال الداتابيس فيها ايه ده الخريطه يا عم اللي فيها كل الطرق حلو ناخد مثال لو عندنا الراوتر ده وعايزين نوصل للشبكه دي والكوستات بتاعت اللينكات زي ما هي مكتوبه عندنا كده على اللينكات اهي فقال لك انا لو مشيت كده هيكلفنا 20 وكمان كده 2 يبقى 22 السكه دي 22 طب لو مشيت كده 20 وبعدين 10 30 وبعدين 10 40 وبعدين 2 42 حلو لا وحش ده طب لو مشيت كده 5 وبعدين 10 15 وبعدين 10 25 وبعدين 10 35 و 2 37 اقل من اللي فات بس برضه مش حلو يبقى احسن طريقه عندنا ازاي من ار 1 ل ار 2 نوصل لشبكه 20 مع مين مع 2 فقال لك اهو الشبكه 10 5 0 0 عشان اوصل لها احسن طريق ليها كام من ار 1 ل ار 2 مع ان في الجدول بتاع الداتا بيز اللي هو اللي فات كان عنده فين كان عنده كل الطرق كان عنده الطريق اللي هو ال 22 والطريق اللي تحت اللي هو ال 40 انما في الراوتنج تيبل يا بسوم بيبقى عنده مين احسن مسار لكل شبكه بس اقل كوست طب الكوست عباره عن ايه لسه هنشوف حلو الكلام لحد دلوقتي خدنا مع بعضنا دلوقتي ان في عندنا الاوز بي اف ممكن نشغله سنجل اريا يعني كلهم يبقوا في اريا واحده وده الشابتر بتاع دلوقتي او لو الراوترات كبرت والشبكات كبرت ممكن نقسمها لاكتر من ايه من اريا وده الشابتر الثالث عندنا والراوترات اللي بتبقوا على الحافي ده بيسموهم ايه اي بي ار اريا بوردر راوتر طيب والاريا اللي في النص اللي ماسكهم كلهم اسمها ايه اريا زيرو عشان اوفر حجم الداتابيز الداتابيز ما بتكبرش قوي البروسيسنج يقل على الراوتر الضغط يقل على الراوتر تمام فمش هقعد اعرف راوتر على 720 راوتر لا اقسمه المجموعه منين من الاريا حلو الكلام هو ستاندرد المفروض الراوتر اريا زيرو يعني اي اريا زيرو مش ستاندرد بس دي اول اريا هتبدا بيه لازم نبدا بزيرو بس خلاص بعد كده اي حاجه بعد كده اي حاجه ان شاء الله اريا 120 او اريا 71 مش تفرق معاك اه ماشي 71 ما كانش رقم ابو تريكه يعني مش فرق صح كده تمام اهو حلو الكلام فاحنا عندنا ايه اريا زيرو اللي في الاول وبعدين يا بسوم اريا واحد وبعدين 51 اي حاجه مش فارقه بقول لك لما شبكه تقع مين اللي يقعد ينهري اللي معاها في نفس الاريا الرجاله دول عارفين حاجه يا عم وانا مش عايزهم يعرفوا حاجه عايز اقلل البروسيسنج عايز اقلل الميموري لان مديله سمري اساس حلو الكلام كده طيب ادي الرساله بتاعت الاوز بي اف الاوز بي اف بيحط الباكت بتاعته قبل ايه قبل الاي بي هيدر يعني هو شغال قبل ما الباكت يتعمل يعني شغال قبل لير 3 اهو ادي الفيلد بتاع الاوز بي اف اوز بي اف باكت هيدر وبعدين هنحط ايه الاي بي هيدر اللي هو السورس اي بي والديستنيشن اي بي وبعدين السورس ماك والديستنيشن ماك يعني الراوتنج بروتوكول دي شغاله قبل لير كام قبل لير 3 في عندنا انواع كتيره من المسج شكل الهالو شكل الداتابيز ديسكريبشن شكل اللينك ستيت ريكوست اللينك ستيت ابديت اللينك ستيت اكنولدج وكل رساله بايه بالكود بتاعها تمام
طيب نكمل كده. نبدا بقى نشرح في المسج الهالو، الداتابيز ديسكريبشن، اللينك سيت ريكويست، اللينك سيت ابديت، اللينك سيت اكنولج. اول رساله عندنا اسمها الهالو، نوعها تايب 1، وجاي ده سؤال جاي في الامتحان، نوع الهالو تايب 1 اول واحد. بستخدمها ليه؟ الراوتر بيستخدمها ليه؟ اول حاجه بيرمي كده، بيجس كده اللينك بتاعه، يشوف فيه راوترات شغاله اوز بي اف ولا لا، فبيقول لك ديسكفر اوز بي اف نيبرز، بيكتشف هل في اوز بي اف نيبر ولا لا. فانا لو بعت على اللينك اللي بيني وبين رضا هلو، لو هو رد عليا بهلو يبقى رضا شغال اوز بي اف بالظبط. تمام، فاول رساله عندنا في الراوتر اوز بي اف، الراوتر بتاعنا اهو بيبعت اللي جنبه اول ما تشغله هلو. طيب تاني حاجه بيستفيد منها علشان يكتشف جيرانه، تاني حاجه بيادفرتايز برامتر اون ويتش تو راوتر ماست اكريتي بوكام نيبر. ايه بقى البرامتر دي؟ ان لازم ان الاثنين راوتر دول يكون لهم نفس الهالو، فلو ده كان بيبعت كل 10 ثواني لازم ان اللي قدامه يبعت كل 10 ثواني، وهنقولها مع بعضنا يا ابو حميد دلوقتي. فلو انت يا فالح جيت على انترفيس ما بينهم وخليتها 12 ثانيه، يبقى لازم ان الراجل اللي قدام يكون كام؟ 12 ثانيه. لو انت غيرت في الديفولت خليتها 20 يبقى 20، وده سؤال جاي في الامتحان. سؤال جاي في امتحان ايه؟ بيقول لك ان في راوترين يا باسم شغالين اوز بي اف والدنيا زي الفل، بس الادمن خلى واحده منهم 20 والثانيه زي ما هي 10، ما يبقوش نيبر. ما يبقوش نيبر. يعني انا مش هخزنك عندي في الجدول بتاع النيبر وانت تخزنني عندك. بس هيبعتوا لبعض عادي، بس يبقى في اختلاف في الهالو وعشان كده يحصل مشاكل. قول لي بقى. طيب يعني 10 و30 مش 60، ممكن 12 و15 غيرها، ما هو ده الديفولت. اي حاجه ده باي ديفولت. اي حاجة باي ديفولت قبل التغيير بالكوماندات، طالما قلت لك كلمة باي ديفولت يعني في كوماند ممكن يغيره. فهو بيبعت كل 10 لو اللينك سريع، بيبعت كل 30 لو اللينك بطيء، بس انت ممكن تغير. يا عم مش عايزك توجع دماغ جنبك كل شوية تبعت له كل 10 ثواني، خليها كل 60 ثانية، ايه المانع يعني؟ بالكوماند. تمام؟ طيب. تاني حاجة هنعرف ان شبكات الاوز بي اف بيحصل عليها انتخابات. فبيختاروا راوتر منهم بيسموه الريس، ديزاينيتد راوتر. واحد منهم بيسموه النايب، فقط ديزاينيتد راوتر. يا نهار ابيض، ايه ده الاوز بي اف بيحصل عندهم انتخابات؟ فبيختاروا رئيس ونايب. تمام، وكل هلو انت بتبعتها لازم انت تبعت رقم الرئيس والنايب في الهلو. عارف انت زمان لما كنا بنحط صوره اسمه ايه ده كده بالظبط، كل مكتب ويبقى بالظبط، هو ده بقى. كل هلو الراجل يجي يبعتها يحط معاه ايه؟ اسم الرئيس واسم النايب. الرئيس اسمه ايه؟ ديزاينيتد راوتر. اسم النايب ايه؟ باك اب ديزاينيتد راوتر. ازاي بيختاروا الرئيس والنايب؟ لسه جاي في الكلام. حلو، يبقى الهالو لها ثلاث فوائد. هي ايه لها ثلاث فوائد الهالو؟ اول حاجه بكتشف الناس اللي حواليا اللي شغالين اوز بي اف، ديسكفر اوز بي اف نيبرز. تاني حاجه عندنا بعمل ايه؟ بتشيك اشوف البارامترز بتاعتي هي البارامترز بتاعتك ولا لا، يعني الهالو انترفال واحد، الديد انترفال واحد ولا لا. ثالث حاجه بنستخدم الهالو علشان نسلكت الريس ونسلكت النايب، يعني نختار مين فينا الريس ومين فينا اللي هيبقى نايب، وكل مره نبعتهم في الهالو بتاعتنا. طيب ادي رساله الهالو الجميله اهي، النوع بتاعها طيب كام؟ 1. وبكتب حاجه اسمها الراوتر اي دي هنقولها حالا دلوقتي، وحاجه اسمها الاريا اي دي اللي هي اريا 0 او اريا 1 او اريا 51، هو انتوا شغالين في ايه؟ في اريا بالظبط. والنتورك اللي بعمل لها ادفرتايز. طب وانا ببعت الهالو كل قد ايه؟ كل 10 ثواني ولا كل 30؟ والراوتر بريورتي، هنعرف يعني ايه راوتر بريورتي. يبقى في عندنا حاجه اسمها راوتر بريورتي، وفي حاجه اسمها صاصة الراوتر اي دي. مش عامل رضا ولا ايه؟ تمام ماشي معايا ولا ايه؟ ولا نمت؟ لا تمام اهو. وبعدين كمان بحط ايه؟ الديزاينيتد راوتر الرئيس، والباك اب ديزاينيتد راوتر النايب، وكل الجرام بتوعي بحطهم في الهالو ليست اوف ايه؟ اوف نيبرز. بس يا سيدي ده مكونات الهالو. الهالو لما الراجل يجي يبعتها ما بيبعتهاش برودكاست بقى. الراجل ده حريف، ده اوز بي اف يا عم. ده انت ممكن تنك طول حياتك شغال اوز بي اف بس شركه. الاوز بي اف ده لما يجي يبعت هالو بيبعتها مالتي كاست على ادرس كام؟ 224.005 عشان ما تروحش لاي حد، تروح لمين بس؟ اللي شغالين اوز بي اف بس. عارفين الريب فيرجن 1 كان غشيم، كان لما يجي يبعت اي رساله يبعتها على كام؟ برودكاست 4255. لا الراجل ده بيبعت مالتي كاست 224.005.
او لو انت شغال اس بي اف فيرجن 3 اللي بيشغل مع اي بي فيرجن 6 بيبعت على كام اف اف 025. فاكرين لما قلنا ان اي حاجه بيتا اف اف تبقى مالتي كاست اهو بيبعت الهالو كل 10 ثواني في شبكات المالتي اكسس والبوينت تو بوينت، بيبعت الهالو كل 30 ثانيه في شبكات النون برودكاست مالتي اكسس. والله لا انا فاهم لا دي ولا دي، تعال نشوفهم بقى كده مع بعضنا انواع الشبكات عندنا في الوان. حلو الكلام، صلوا على النبي. الوان نتورك بقى انواعها ايه؟ انواع الوان نتورك الوان نتورك في شبكه اسمها بوينت تو بوينت، يعني ممكن يكون السايب بتاعك يا عم محمد مربوط كده بخط فايبر في النص. شكرا. شركة عندك مأجرة خط فايبر من تي اي من مصادر اتصالات وربط الفرعين اتنين ببعض وخلاص، شكرا على كده. ده بيسميها بوينت تو بوينت. او ممكن الشبكة عندي تكون مالتي اكسس. مالتي ايه؟ اكسس. تمام. ايه المالتي اكسس؟ المالتي اكسس دي فيها منها نوعين، في برودكاست مالتي اكسس وفي نون برودكاست مالتي اكسس. نون ايه؟ برودكاست. يا واد هقول اهو جاي لك اهو، اصبر تاخد حاجه كويسه. ان بي ام اي، حلو كده، هي اسمها كده نون برودكاست مالتي اكسس. البرودكاست يا معلم الاولانيه مالتي اكسس، البرودكاست مالتي اكسس اللي هي ايه؟ اللي هو سويتش ايثرنت، ده السويتش العادي بتاع سيسكو كده وعليه شويه راوترات. حلو كلام جميل. دي بيسموها ايه؟ برودكاست مالتي اكس. مالتي اكس ليه؟ لانه اكتر من راوتر على نفس السويتش. برودكاست ليه؟ لان السويتش بتاع سيسكو العادي ده بيقبل ايه؟ برودكاست. طب نون برودكاست مالتي اكسز، تي داتا وشركات النت عملوا ايه؟ راحوا جايين جايبين سنترالات شغاله لير 2، بس سنترالات بقى خليك ناصح شغاله في الوان، مش سنترالات ايثرنت زي دي هايفه كده 100 متر، لا سنترالات كبيره بقى، سويتشات كبيره اهي اهي، ده اللي شغالين عليها عندنا اهو اهو اهو، بيبقى الرمز بتاع السويتش كده، بيقول عليه سنترال بس هو سويتش يعني لير 2 اهو، بس بيتوصل ما بينه وبين بعضهم يا ابو حميد فايبر متأجر مصريات صلوات اهو اهو. السويتشات دي نوعها ايه او شغاله بأني تكنولوجي؟ هناخدها ان شاء الله في الوان، لا اما شغاله ببروتوكول اسمه اكس 25 مش ايثرنت بقى زي ده، مش تافهه زي ده، لا اما بروتوكول اسمه الاي تي ام، لا اما بروتوكول اسمه الفريم ريلي، لا اما بروتوكول اسمه الاي اس دي ان، لا اما بروتوكول اسمه ام بي ال اس. ايه ده؟ دي كلها بروتوكولات، دي كلها بروتوكولات بتشتغل على السنترالات. طب ايه السنترالات دي؟ في كل محافظه راميين سنترال وموصلينهم كابلات فايبر سريعه جدا. طب بنستفيد منها في ايه؟ تي داتا كده من الاخر عامله لنفسها شبكه مغطيه الجمهوريه كلها، بيسموها كلاود. فانت ايه؟ مصطفى عنده شركه او عنده بنك له اربع فروع، فرع في القاهره يروح يربط في السنترال بتاع القاهره، مع فرع في طنطا، مع فرع في المنصوره، مع فرع في اسكندريه. ها ربطت الفروع بتاع الشركه اهو، بس ايه؟ مش فايبر، مش مش بوينت تو بوينت. الشبكه دي بيسموها نون برودكاست مالتي اكسس، اسمها الكلاود. تروح لتي داتا كده تقول لك، تقول لك انت عندك كام فرع عايز تربطه؟ عندي 10 فروع. خلاص حلو، بدل ما توصل ال 10 فروع بكابلات فايبر تكلفك كتير، والله احنا عاملين شبكه مغطيه الجمهوريه بحالها اسمها الاي تي ام، اسمها الفريم ريلي، هتاجر مني وهتاخد السرعات اللي انت عايزها. دي بيسموها ايه يا شباب؟ النون برودكاست مالتي اكسس. لو الراوترات دي بقى يا معلم شغاله اس بي اف في الشبكه دي، فبتبعت الهالو كل 30 ثانيه لانها شبكه بطيئه، لان مأجر بفلوس ومش عايز الايه الدنيا تضيع من عندي. حلو تمام كده. شبكه سرعتها اقل من 1.5 لانها شبكه شيرد، وهناخدها ان شاء الله يا صاصه فين؟ في الوان. ده بيسموها شبكه ايه؟ نون برودكاست مالتي اكسس. حلو. طب الشبكه الثانيه اللي هي ايه؟
اللي هي الفيرشوال لينك. ايه بقى قصة الفيرشوال لينك؟ حاجة تخيلية واضحة يا عم. اسكت يا عم بقى اسكت يا عم. واي حاجة تلبسها اي حاجة. لا ما بلش يا ابني. اسكت يا ابني. واي حاجة تلبسها اي حاجة. انا صابر. فلو عندي مجموعة من الراوترات كده اهو، دول موجودين في اريا زيرو زي ما احنا قلنا مع بعضنا في المركز الرئيسي، وفيه متوصلين بالراوتر بتاع طنطا اهو. دي راوترات في طنطا اهو اهي اهي. دي اريا تانية ودي اريا موجودة في اسكندرية اهي اهي كده اهي. دي اريا ايه موجودة تانية اهي في أليكس. دي في طنطا. دي في القاهرة. في اريا عندنا دلوقتي يا محمد في مرسى مطروح. حلو. اي اريا في الدنيا علشان تخش معايا لازم انت كونكت على مين؟ على اريا زيرو. مش لاقي لها مسار. مش لاقي لها مسار. مش عارف اوصلها باريا زيرو. مش لاقي كابل فايبر. فبنضطر نوصلها بمين؟ بالاريا بتاع اسكندريه. مش هتشتغل. لا هنيجي نعمل حاجه بقى اسمها فيرتشوال لينك. طنل كده يا معلم جميله هتقوم ماشياني من هنا لهنا 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 من هنا لحد هنا. دي بيسموها ايه؟ فيرتشوال لينك. او ان شاء الله هناخدها في سيس النبي اسمها ايه؟ طنل. طنل يعني ايه؟ يعني الراوترات اللي في النص دي مش هتشوف الترافيك اللي ماشي. مين اللي يقدر يفك الترافيك؟ الراجل بتاع القاهرة. بنعمل فيرشوال لينك احنا بمزاجنا. يبقى تاني الفيرشوال لينك دي عبارة عن شبكة مش لاقي لها مسار لاريا زيرو، رحت موصلها عن طريق اريا تانية فيزيكال بس عامل بالسوفت وير طنل. يبقى نراجع على انواع الشبكات كده تاني. انواع الشبكات بوينت تو بوينت، من فرع لفرع، برودكاست، مالتي اكسس، سويتش، سيسكو ايثرنت حواليه شوية راوترات، سويتشات زي بتاع سيسكو بس السويتشات شغاله في الوان في مسافات كبيره، وانا مربطها مع بعضيها مربطها مع بعضها بكابلات فايبر وبعدين بربط الراوترات بتاعت عليها. في الحاله دي بيسميها نان برودكاست مالتي اكسس. الهالو بتنبعت فيها كل كام ثانيه؟ 30 ثانيه. وفي الفيرشوال لينك. الفيرشوال لينك دي عباره عن ايه؟ عن شبكه انا مقسمها لمجموعه من الاريا، بس للاسف جيت في اريا مرسى مطروح ومش لاقي لها مسار لمين؟ لاريا زيرو. رحت جاي موصلها باريا بتاع اسكندريه بس عامل بالسوفت وير ايه؟ لينك كده فيرشوال على الراوترات اللي في السكه كده، عامل حاجه اسمها تانل. تانل يعني ايه؟ محدش يقدر يفك الباكت دي غير اريا زيرو والاريا بتاع مرسى مطروح اللي تحت اللي هي اريا 71 اهو. حلو الكلام؟ تمام. نرجع بقى لموضوعنا. ابن الذين عمال يرمينا مصطلحات من غير ما يشرح اهو. كل 10 ثواني ده في شبكات المالتي اكسس اللي هي بتاع سيسكو. اول بوينت تو بوينت. طب كل 30 ثانيه فين؟ في شبكات النان برودكاست مالتي اكسس. طب الديد انترفال قد ايه؟ اربع مرات. صح كده؟ يعني لو معاك ما بعتلكش هلو اربع مرات ايه اللي يحصل؟ اشيلك من عندي. فلو انا ببعت لك الهلو كل 10 ثواني يبقى هديلك قد ايه؟ 40. لو انا ببعت لك كل 30 120. ويا بسوم الكلام ده كله ايه؟ هيتغير لو انت عايز تغيره. ده باي ديفولت. حلو. كده خدنا الهلو. الحمد لله. حلو. حد يقول الهلو بتعمل ايه تاني؟ ها؟ حد يقول الهلو بتعمل ايه تاني؟ بتعمل ثلاث حاجات. بشوف الجيران اللي حواليا. بنبدل مع بعضنا الطايم بتاع الهلو. بنختار مين الريس ومين النايم. تمام؟ طيب اللينك ستيت ابديت بقى. اللينك ستيت ابديت ان شاء الله هم 11 نوع من انواع الرسائل. لينك ستيت ابديت بس 11 نوع. فاضيين؟ عالم فاضيه. عالم فاضيه والله. مش عارف ايه ده. مش عارف والله نذاكر ايه. والمشكله ان ده المهم بقى. كل اللي فات ملوش اي لازمه. ده لحد دلوقتي ده المهم. كل اللي فات ملوش اي لازمه.
خسرت اللي ذاكر 25 محاضره اللي فاتت. ده بتطمني والله مش قادر. فالمفروض ان شاء الله هنا في سيسن ايه انا هديكم اول خمس انواع في الشابتر 3. فاللينك ستيت ابديت يا جماعه في سيسن بي هنكمل بقى بقيه الايه بقيه ال11. اللينك ستيت ابديت ده يا جماعه لينك ستيت ابديت ده بتنبعت علشان ابعت ابديت لحد ابعت ابديت بشبكه جديده لحد. يعني ايه؟ يعني لو الراوتر بتاعي اهو كان شغال اوز بي اف والراوتر ده دخل جديد فبيبعت له ايه؟ لينك ستيت ريكوست. لينك ستيت ريكوست اهو لينك ستيت ريكوست فده لازم يرد عليه بلينك ستيت ابديت بيقول اديني الشبكات اللي عندك. يوم الراجل ده بعد ما يبعت له الابديت الشبكات اللي عنده يوم ده رد عليه بايه؟ بلينك ستيت اكنولج تاكيد اكد عليك ان الابديت وصل. حلو؟ يبقى كل ابديت بينبعت امتى يا محمد؟ لما يجي لي ريكوست. وكل ابديت لما بينبعت بيجي بعده ايه؟ اكنولج. الاوز بي اف بيمشي بشويه مراحل عشان ينور والمراحل دي تبقى باشا بقى لو انت ذكرتها وصح. ده خلاص كده الاوز بي اف خلص المراحل ده اهي الحالات ده اهي الراوتر بتاعك بيمشي بالحالات اللي قدامنا ده اهي. اول حاله هشرح اهو عشان ما تتعبش. اول حاله الراوتر بتاعنا الاوز بي اف لسه ما اشتغلش عليه كده معناها داون ستيت لسه مفيش ما عملش حاجه. اول ما شغلت عليه الاوز بي اف وبدا يبعت اول هلوم الانترفيس كده يا معلم الانترفيس بتاعتك دخلت في ايه؟ انيشال ستيت يعني بعت هلو. لو الراجل اللي قدامي رد عليا بهلو كده دخلنا في التو واي ستيت. سؤال جاي في الامتحان التو واي ستيت يعني ايه؟ يعني انا رد بعت هلو وجالي هلو. انيشال ستيت معناها ايه؟ يعني بعت هلو لسه ما حدش رد عليا. حلو؟ فالراجل شغال بقاله كتير اهو اهو اوز بي اف ورحت جاي موصل بيه راوتر جديد اهو. فقام الراجل ده قال له صباح الخير الو انيشال ستيت. الراجل ده قال له الو تو واي ستيت. بس الراجل ده لسه يا معلم الداتابيس بتاعته فاضيه ولسه الشبكات بتاعته ما بعتهاش لحد جوه النتورك بتاعتي. فنبدا بقى نبدل الداتابيس. اول واحده اسمها الاكستشينج ستارت. تمام؟ رضا ومصطفى مين اللي يبعت الداتابيز الاول؟ لا يا عم معلش انا جاي الاول. انت تبعت الداتابيز الاول. لا مصطفى معلش يا باشا انا بقرا امتحانات انت تبعت الاول. وخلي بالك ايه؟ تمام؟ الرادار بيعملوا كده بيحددوا واحد ريس دي ار تمام كده ده بيسموه الريس. مين اللي يبعت الاول؟ مين اللي يبعت ايه؟ الشبكات بتاعته الاول للتاني. فالاكستشينج ستارت ده يا جماعه بيحدد مين اللي يبعت الاول شبكاته. فالاعلى في الاي دي الاعلى كل راوتر هيبقى له راوتر اي دي هقول لكم بيجيبه منين دلوقتي. الاعلى في رقم البطاقه هو الرئيس. حلو يا عم باسم نشوف بطاقتنا طلع بطاقتك مش طلع بطاقتي. اه ونشوف الاعلى في الرقم يبقى هو الرئيس. تمام بالظبط كده ولا نتخانق ولا نعمل اي حاجه. فالاكستشينج ستارت ده اهو بنحدد مين فينا الماستر مين اللي هيبعت الاول. الاكستشينج ستارت بعمل ايه؟ بحدد من فينا الماستر مين اللي هيبعت الاول. حددت يا معلم؟ حددت. حددنا الراجل ده اهو هو الماستر اهو الراجل ده القديم ده هو الماستر يعني هو اللي هيبعت الاول. حلو؟ بيقوم باعت رساله يا معلم اسمها داتابيز ديسكريبشن. ديسكريبشن رساله اللي احنا ما قلناهاش. الداتابيز ديسكريبشن دي فيها يا محمد بيوصف الداتابيز اللي عنده. انا عندي والله 100 شبكه موجودين في الداتابيز بتوعي ببعتهم لمين؟ للراجل ده. بقول له انا عندي 100 شبكه. يا نهار ابيض ده انا ما عنديش ولا واحده منهم. يوم الراجل ده باعت لك ايه؟ لينك ستيت ريكويست ابعتهم لي. يوم ده راح ايه؟ بعتهم له في الابديت لينك ستيت ابديت. يوم ده بعت له اكنولج. اهو اسمعني بس يبقى انا اول ده رضا طلع رقم بطاقته اكتر من مصطفى. فرضا يوم باعت وصف الداتابيز بتاعته عنده كم شبكه في الخريطه عنده
لمين؟ لمصطفى. مصطفى يقول له ده انت عندك كده 100 شبكه، انا ما عنديش منهم غير الاثنين بتوعي بس، لا ابعت لي يا معلم الميل اللي عندك. يوم مصطفى بعت لينك ستيت ريكوست رضا، يوم رضا رد عليه بايه؟ لينك ستيت ابديت. بعد ما يوصل لمصطفى مصطفى يبعت ايه؟ لينك ستيت اكنولج. جه الدور على مين بقى؟ على مصطفى، يبعت الاثنين اللي ما كانش بعتهم الاول. يقوم مصطفى باعت لرضا تاني داتابيز ديسكريبشن بقى ليه. انا دلوقتي يا رضا بقى عندي 102، المية اللي انت بعتهم لي والاثنين اللي كانوا عندي. يوم رضا يقول له ايه؟ ابعت لي الاثنين بتوعك لينك ستيت ريكوست. يوم مصطفى بعت له ايه؟ لينك ستيت ابديت. يوم رضا بعت له ايه؟ اكنولج لينك ستيت اكنولج. حلو، يبقى كده الداتابيز الاثنين بقوا ايه؟ عمليه التبادل اللي انا بقول عليها دي اللي بيسموها اكسشينج ستيت، ان انا ببدل داتابيز ديسكريبشن. لودنج ستيت ان انا ببدل الشبكات الابديت. يبقى لما رضا هيبعت لي داتابيز ديسكريبشن كده دخلنا فين؟ في اكسشينج ستيت. بعت له الداتابيز لمصطفى، مصطفى دخل في لودنج ستيت والعكس. طب الاثنين بقوا زي بعض دلوقتي، الداتابيز هنا بقت هي الداتابيز هنا، وصلنا للفول ستيت. اشرحها تاني؟ عايزين نعيدها تاني؟ نعيدها تاني على الورق. ها عايزك كده ما تذاكرش، تروح كده اتفرج على الفيديو يا باشا. او والله زي ما بقول لك كده، لان الفيديو فيه كل حاجه. تمام، بص كده يا عم، انت لو تحولهم بتوع على الموبايل وتاخدهم كلهم وانت راكب ورايح الكليه ولا رايح بتاع الشغل الصبح، العيال في القراءه قرود بيعملوا كده. تمام كده اهو. اول حاجه بعت لك هلو، يبقى الراجل ده دخل فين يا معلم؟ انيشال. ده رد عليه بهلو، يبقى الراجل ده دخل فين يا معلم؟ تو واي. عايزين نحدد مين الكبير، دي ار سيلكشن. مين الريس؟ وريني بطاقتك وانا اوريك بطاقتي. ده بيسموها الطريقه دي تحديد من الماستر، ده اكسشينج ستارت. الراجل ده طلع هو الكبير، هو اللي له رقم اي دي اكبر، يبقى هو اللي هيبدل الاول، فيبعت داتابيز ديسكريبشن، يبعت لك وصف للداتابيز بتاعته. لما يبعت وصف للداتابيز بتاعته كده دخلنا، لما يبعت داتابيز ديسكريبشن كده دخلنا فين؟ في مرحله اسمها الاكسشينج داتابيز. اهي اكسشينج ستيت. حلو تمام. فيقوم الباشا بعت له ايه؟ لينك ستيت ريكوست، هات لي الزيادات دي كلها. الراجل ده يخش فين؟ في اللودنج ستيت. ولسه الراجل ده فين؟ في التو واي. لسه ده هو ما جالوش غير هلو بس، هو حد له حاجه؟ لسه في التو واي. تمام كده في اللودنج ايه؟ ستيت. بعد ما ده يخلص ويبعت له كل البلاوي اللي عنده، يوم ده عاكس العمليه، يوم بعت له ايه؟ داتابيز ديسكريبشن بتاعته بقى. يقول له بعت لي اللي عندك لينك ستيت ريكوست. يوم ده بعت له ايه؟ ابديت. يوم ده بعت له ايه؟ اكنولج. حلو كده دخلوا في الفول ستيت. الداتابيز هنا بقت هي الداتابيز هنا فول ستيت. حلو. يبقى لما يجي لك في الامتحان خلاص ما يبعتوش حاجه لبعض، ويبعتوا بقى كل 10 ثواني هلو. لما يحصل تشينج ابعته لك تريجر يا عم. ما حصلش تشينج مش هبعته، مع ان في الكتب بتاع سيسكو بيقول لك الابديت كده كده بينبعت كل 30 دقيقه. 30 دقيقه يعني نص ساعه. يعني حصل تشينج ما حصلش تشينج، الاوس بي اف بيبعت ابديت كل 30 دقيقه. بس دي لما تيجي بقى تذاكر في كتب السي اي اي اللي هو بعد السيس ان بي بقى، فتلاقي كتب لك كده لينك ست ريكوست، لينك ست ابديت ده بينبعت كل 30 دقيقه حتى لو مفيش تشينج. بس 30 دقيقه كتير قوي. بتتغير غرب كوماندات. حلو تمام. بس لحد الان ان مفيش ابديت بينبعت، لان احنا في سيسنيلس اللي بينبعت هو ايه؟ هلو. حلو الكلام تمام. تعال نكمل بقى كده مع بعض.
هو بادي اهو يقول لك ايه والله انا لسه ما اشتغلتش اسبوع في داون بعت هلو انيشال الراجل رد عليا بهلو تو واي صح تمام مين فينا الرئيس ومين فينا النايب مين فينا الكبير لا تعالى بقى نشوف بقى تعالى نشوف بقى يا معلم تعالى لي بقى كده ونشوف بقى احنا مش هنعد ولا سلايد كده لما نشوف تعالى يا معلم كده نشوف اعتبر النهارده الجمعه نجمع متاخرين نشوف براحتنا بقى وراك حاجه يا مصطفى بص يا سيدي عندنا هحكي معاكم حاجه ازاي احنا اتفقنا ان الراوترات اللي شغاله اس بي اف بيبقى في راوتر اسمه ديزاينيتد راوتر اللي هو بيسموه ايه الريس دي ار والباك اب ديزاينيتد راوتر اللي هو النايب يعني بنختار الريس بناء على ايه والنايب ايه ده غلب يا رضا غلب ايه يا عم بناء على ثلاث حاجات بنختار الريس بناء على ثلاث حاجات اول حاجه وثاني حاجه وثالث حاجه اول حاجه كل راوتر منهم بيختار حاجه اسمها الراوتر اسف قبل ما اقول الحته دي معلش اسف كل راوتر الاول بيختار لنفسه راوتر اي دي رقم بطاقه رقم البطاقه ده بيبقى كام بت 32 بت شكل اي بي بالظبط بس هو مش اي بي يعني بيجيبه منين ده الرقم ده كل راوتر شغال اس بي اف بقى له راوتر اي دي بيبقى كام بت 32 بت تمام بيختار بناء على ثلاث حاجات اول حاجه الراوتر بيفضل اعلى انترفيس عليه هايست فيزيكال انترفيس اعلى انترفيس على الراوتر ازاي يا محمد بص يا معلم الانترفيس ده اهي 172 16 1 1 طب دي 172 16 2 1 طب 209 165 200 228 دي شبكه هو واخد منها 229 مين اكبر اي بي عليه 209 يبقى الراوتر اي دي بتاع الراوتر ده كام 209 165 200 229 طب الراوتر ده الراوتر اللي فوق ده عليه 10 و209 209 يبقى 209 طب انا واحده فيهم هو عليه 209 165 200 230 ده الاي بي ده و233 الاي بي ده يبقى مين الاكبر 233 يبقى هو الراوتر اي دي بتاعه 233 طب الراوتر اللي تحت ده بقى عليه شبكه 172 16 100 0 هو واخد منها واحد و172 16 200 0 واخد منها واحد وعليه شبكه 209 يبقى 209 165 200 طب الاي بي بتاعه كام 234 يبقى ده الاي دي بتاعه يبقى كل راوتر بيشوف الانترفيسز اللي عليه ويختار اعليهم في الرقم بقى ده الاي دي بتاع الراوتر حلو ها كلام جميل كده اهو يبقى الهايست فيزيكال انترفيس ده انت لو مش عامل حاجه على الراوتر قال لك لو على الراوتر لوب باك يختار اللوب باك خدنا اللوب باك قبل كده ما خدناهاش هناخدها دلوقتي فالراوتر بيختار الهايست لوب باك هايست لوب باك انترفيس طب يا عم مش تقول لي يعني ايه اللوب باك الاول عشان تقول الهايست اللوب باك انترفيس دي انترفيس وهميه على الراوتر بتدي لها اي بي وعلى طول اب ولو حد بنج عليها ترد عليه وكانها موجوده بالظبط ازاي يعني بص يا عم مصطفى انا عايز اعمل هنا اهو على الراوتر ده لوب باك رقمه 192 دوت 168 دوت 1 دوت 1 ولو حد بنج عليها رد وكان بالظبط متوصل بيها شبكه كام 192 168 دوت 1 دوت 0 ايه ده ينفع والله ينفع مع انها مش موجوده تنفع وكل حاجه والناس هترد عليا وكده وانا واخد من الشبكه دي اي بي كام 1 1 وكانها رجل متوصله بالراوتر بعملها ازاي دي يا معلم بخش جوه الراوتر اهو لسه جديده خالص اهي لسه اول مره نعملها مع بعض اهو انيبل كونفيجر
تيرمينال انترفيس لوب باك رقمها 0 زي بالظبط لما كنت بتكتب فاست 0 على 0 لوب باك 1 لوب باك 100 لوب باك 20 لوب باك 150 لوب باك 71 تمام كده وبعدين ايه اي بي ادرس 192 168 1 1 255 دوت 255 دوت 255 دوت 0 ونشط داون والله ما محتاجه نشط داون ده هي اصلا اب اهي ناخدها كوبي كده ونحطها في النوت باد اهو. طب احنا بنعملها ليه هقول لك على حاجه. هو مش الراوتر اي دي ده اللي هو رقم الراوتر؟ افترضنا ان الادمن يا عم محمد مش عايز الاي بيهات اللي هي حقيقيه على الراوتر تبان في الرسائل بتاعته للناس فيقوم واعمل اي بي كده وهمي بس عشان سكيورتي مش عايز الاي بيهات بتاع اللينكات حد يعرفها والراوتر الجديد هيبعت في الرسائل بتاع الراوتر فهو عامل اي بي مش موجود اساسا. لوب باك انترفيس واستخدمه يا عم ده الاي بي بتاعك. ما هو الاوس بي اف لما يلاقي لوب باك موجود ما ياخدش الفيزيكال. انتوا عارفين ليه؟ اولا علشان الادمن عاملها للسكيورتي فهو بيفضل اللوب باك. اهم بقى سبب ان اللوب باك على طول اب فالاوس بي اف استحاله يقع. انما الفيزيكال انترفيس الانترفيس ممكن تطفي الكابل ممكن يشد منها يحصل فيه مشكلة في الراوتر. يبقى يا جماعة لو الراوتر لو الاوس بي اف لقى لوب باك ياخد اللوب باك. طب لو عنده اتنين لوب باك ياخد اعلاه يعني انا عندي 192 و193 اخد 193 بس ما بصش للفيزيكال. لو في لوب باك ما بصش لمين؟ للفيزيكال. انت روح للفيزيكال لو ما كانش فيه لوب باك. حلو. يبقى الراوتر بتاعي يا حضرات بيختار الراوتر اي دي بناء على اعلى انترفيس عليه فيزيكال. طب لو في لوب باك ما يروحش للفيزيكال يختار اعلى لوب باك. طب لو الراوتر لو الادمن بقى مش عايز هو يختار الادمن يحط له بايده في كوماند يا معلم اسمه راوتر اي دي ودي له انا بايديا ادي له اي بي فيرجن 4 بايديا ممكن ما يكونش موجود في النتورك كلها بس لا عايز ده يبقى الاي دي بتاعك. يجي على الراوتر الاول اقول له 4 وحايد الراوتر الثاني 4 اتنات الراوتر الثالث 4 ثلاثات. حلو. فلما يجي 4 اتنات و4 وحايد يتكلموا مني بقى الريس 4 اتنات ما هو هنا دخلت بايده 4 وحايد واللي هناك برضه دخل بايده 4 اتنات الراوتر تاني بقى ناخد القعدة. حلو. يبقى انا الراوتر اي دي ده يا جماعة كل راوتر شغال اوس بي اف بيبقى له راوتر اي دي طوله كام بت؟ 32. في طريقتين اتنين عشان نحطه لا اما مانوال بايدك باستخدام كوماند راوتر اي دي ما حطتوش الراوتر يروح يدور الاول على اللوب باك ما لقاش لوب باك اختار اعلى فيزيكال. ده في مين؟ في الاوس بي اف فيرجن 2. لو انا شغال اوس بي اف فيرجن 3 يا معلم لك ان تتخيل بقى تيجي في انترفيو كتير. الصفحه اللي قبلها ليه اللي قبلها الصفحه بتاعت الرسمه اهو يا معلم. انا دلوقتي هو اصلا ده اللوب باك والفيزيكال 209 مع ان الفيزيكال اعلى من اللوب باك اهو لان هاخد اللوب باك واسيب الفيزيكال. ها عشان لوب باك على طول اب ده 209 حتى لو 209 ما هو اكبر من اللوب باك اهو. انا مش هروح للفيزيكال خالص انا هاخد اللوب باك ماشي حتى لو الفيزيكال اكبر ده اللوب باك ده هياخد اوتوماتيك. طب لو الادمن كان حاطط ده هو بايده لو الادمن كان حاطه هو بايده ان شاء الله اربع وحايد ياخد الاربع وحايد ويسيب الفيزيكال واللوب باك. انا كاتبهم لكم بالترتيب الاول الادمن وبعدين اللوب باك وبعدين مين؟ طب اللوب باك دي انا بخش مثلا كوماند هكتبه لك حالا ما انا لسه عامل الكوماند اهو يا عم اهو انترفيس لوب باك 0 اي بي ادرس كذا كذا نو شوت داون على الراوتر بتاع كايرو كده الراوتر بتاع كايرو بقى عليه لوب باك غير ال اللي انا بحط الواحد 4
لسه ده لو باك حاجه وده حاجه. تصور كده لو محمد فوزي قاعد هنا كده وعمل بينج على اللوب باك هيبنج وهيرد عليك اهو بينج اهو يا عم على 192 168 مع انه حاجه مش موجوده واحد واحد يا نهار ابيض ده بيرد عليا محمد بالسنجف خالص يعني اهو بيرد على بفكروا ان هو بورت فيزيكال هو وهمي مش موجود اساسا حلو الراوتر بيقول لي ده بيقول لك ده عنده بيرد عليك اهو لو بنيت عليه من اي حته طالما في راوتنج هيرد عليك من اي فرع طب لو بعت باكت عليه يرد بعت في الباكت تريسر كده ما هو كده بيبعت عليه ويروح لا لو بعت باكت الاي بي الديستنيشن بتاعتي يروح ويجي يروح ويجي بس هما الراوتر ما دخلوش على اي حاجه بالظبط الراوتر يرد عليك كده سموا الباك يعني يرجع ولا خلاص كده في مشكله كده عند حد ها شباب في مشكله كده عند حد يبقى كل راوتر شغال اوز بي اف بيبقى له من الاخر رقم بطاقه رقم البطاقه بتاعته ده بيبقى كام بت 32 بت ال 32 بت بيختارهم ازاي لا اما مانوال الادمن يخش بايده يحطهم في الراوتر يريح دماغه لا اما لو انت ما حطيتهمش الراوتر يدور على اللوب باك ما لقاش لوب باك ياخد ايه فيزيكال حلو الكلام في حد لحد الان عنده مشكله في الكلام ده لك ان تتخيل بقى وده سؤال جاي في الانترفيو ان لو انت شغال اوز بي اف فيرجن 3 اللي بيشتغل مع الاي بي فيرجن 6 بيبقى الراوتر اي دي بتاعه برضو 32 بت كارثه طب هناك كان بيختار من الايبهات ان الايبهات 32 ده هنا الاي بي 128 الانترفيس بتاعته 128 بت مش عارف ياخد لو راوتر اي دي وعشان كده لازم هناك نكتب الراوتر راوتر اي دي بايدينا مانوال مع فيرجن 6 مش اوتوماتيك لان الانترفيس اللي عليها معلم عليه ايه فيرجن 6 فالاوز بي اف فيرجن 3 الراوتر اي دي بيبقى برضه 32 بت بس ما ينفعش يتم اوتوماتيك فلازم نكتبه بايدي مانوال انا بقولها يا محمد والكلام كله مسجل في الفيديو صح كده عشان ما نبقاش سيبنا حاجه بس ممكن اخد الفيزيكال انترفيس اخد فيزيكال منين يا ابني الفيزيكال عليه 128 بت اي بي فيرجن 6 وانا عايز الراوتر اي دي يبقى كام بت 32 يجيب منين فالاوز بي في فيرجن 3 لازم وانت بتشغله تكتب معاه كلمه ايه راوتر اي دي بايديك مفيش فيه اوتوماتيك صح لان الرايبات اللي عندي كام 128 بت وانا عايز 32 بس الله يكرمك ما يشتغلش اساسا غير ما تكتب له راوتر اي دي طب حلو قوي احنا عرفنا ان كل راوتر دلوقتي بيبقى له ايه اي دي حلو نختار الرئيس والنايب بقى الدي ار ها والبي دي ار الليكشن الرئيس والنايب بيتم على الخطوتين اعلى راوتر اي دي بقى هو الرئيس طبعا يا عم يعني اربع اتنينات ولا اربع تلاتات ولا اربع خمسات اربع خمسات واربع تلاتات يبقى النايب واربع وحيد دوت يبقى عامة الشعب حلو كده ده لو انت سايبها كده بالورد الله بكل راوتر ايه راوتر اي دي حلو كده اللي اعلى راوتر اي دي بقى هو الرئيس اللي بعده النايب اللي بعدهم خالص عامة الشعب طب انا مش عايز يحصل انتخابات قال لك في عندك حاجه اسمها ها اوز بي اف بريوريتي اوز بي اف ايه بريوريتي البريوريتي ده الاوز بي اف بريوريتي ده رقم من 0 ل 255 هاجي على الراوتر اللي عايز يبقى رئيس هديله 255 اللي بعده 254 اللي بعده 253 اللي 0 ده استحاله يكون رئيس الكوماند ذات نفسه اسمه كده اي بي اوز بي اف بريوريتي يبقى لو انت حاطط بريورتي ما يبصش لمين للراوتر اي دي راوتر اي دي مين يا عم يا عم ده اعلى منه في الشهادات وكلام من يا عم ده معاه كوس صح تمام فالاعلى بريورتي فهو ده الرئيس صح طب ما فيش كلهم بريورتي بواحد عليهم كلهم نروح بقى للراوتر اي دي مين اعلى راوتر اي دي فيكم مين اللي بعده مين اللي بعده حلو يبقى تاني انا بختار الراوتر اي دي بناء على ايه لا اما الادمن يكتبه بايده مانوال
يا اما الادمن يكتبه بايده مانوال اهو الراوتر الجديد اهو يا اما الادمن يكتبه بايده مانوال يا اما لو مفيش مانوال يبقى لوب باك لا اما مفيش لوب باك يبقى ايه فيزيكال اعلى فيزيكال كل واحد اختار نفسه راوتر اي دي اعلى راوتر اي دي فينا بقى هو الرئيس ده اذا ما كانش في مين بريرت هنلخبط فيها ده كل بكوماند كل الحاجات دي هورجت بكوماندات زي ما بشرحها لك خلاص في الامتحان بقى يا معلم يوم جايب لك ايه رسمه بالزي كده بيقول لك مين الرئيس ومين النايب كده انا مش عارف ليه كل ما عدل القلم يا مصطفى رضا يلعب فيه احمد مش عارف والله وصين اللي منقطه دي لوب باك اهي دي عليه انترفيس 192 168 1 0 واخد منها 1 وده 192 168 2 0 واخد منها 2 حلو طيب في هنا شبكه لان كده تبقى غلط لان الانتخابات دي اكتر بتبان فين في المالتي اكسس اهو 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 ماشي معنى بس هنا عندك هنا 192 168 3 0 واخد منها دوت واحد وهنا واخد منها دوت اتنين هنا في شبكة 192 168 4 0 واخد منها ايه دوت واحد دي 5 0 واخد منها دوت ايه واحد هنا في شبكة 6 0 ده واخد واحد ده واخد اتنين الشبكة دي 7 0 ده واخد منها واحد اتنين تلاتة الشبكة دي اربع وحايد زيرو ودي اربع اتنينات زيرو ده واخد منها دوت واحد ودي واخد منها كام دوت واحد برضو ماشي هنا في شبكة عشرة 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 زيرو وهنا في شبكة عشرين 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 زيرو واخد منها دوت واحد واخد منها دوت اتنين الراوتر ده هو اسمه R1 الراوتر ده اسمه R2 الراوتر ده اسمه R3 الراوتر ده اسمه R4 عايز اعرف مين فيهم الرئيس اسمعني بس يا ريس اسمعني اسمعني ده بس كده اهدى اهدى اولا الرئيس على انهي شبكة ده كل شبكة منهم بيبقى عليها رئيس ونايب يا نهار ابيض كل لينك شفت لبست اهو لبست انت اهو فالاول خليك ناصح او حطهم تحت بعضهم كده في الامتحان اهو ار واحد وار اتنين وار تلاتة وار اربعة وار خمسة وجايب لكل واحد الاي دي بتاعه الاول صح اهو الاي دي بتاع ار واحد يبقى كام عليه لوب باك لا الادمن كتب عليه حاجه لا ناخد اعلى واحد فيه واحد اتنين تلاته يبقى تلاته واحد حد عنده اعتراض اهو طب ار اتنين عليه كام رجل ده عليه اتنين لوب باك اهو خد بالك دول لوب باك دول كانوا كنت مقطعهم اهو بس مش باينين قوي تمام عليه تلاته وعليه اربعه وعليه خمسه يا عم ما تبصش للفيزيكال بص للوباك على طول عندك أربعة وكام وخمسة يبقى خمسة اهو لان لوباك اهو طيب ار 3 فين ار 3 ار 3 اهو عليه لوباك ما تبصش للفيزيكال يا معلم اخد اللوباك على طول 10 10 10 1 فين يا باشا فين اللوباك التاني معلوش غير لوباك واحد اهو ها مفيش راوتر خمسة ده 3 يا عم مفيش راوتر خمسة هم اربع راوترات مين اللي قال خمسة طيب الراوتر الرابع بقى عليه لوب باك طيب بس عليه شبكة 7 0 واخد منها 7 3
وعليه شبكه واحد وشبكه اتنين، ناخد كام؟ سبعة، يبقى 192 168 تمام اهو دوت 7 دوت 3. الشبكه دي الشبكه دي كلها اسمها 7. هي ابو حميد اهي 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 اللي هي دي دي كلها 7 7 زيرو. كان داخد منها دوت 1 اللي فوق ده، وداخد منها ايه؟ 2. طيب رواقوا كده، صلوا على النبي. السويتش ده شبكه صح؟ يبقى من كام راوتر عليه؟ 1 2 3. عايزين منهم رئيس ونايب ما بين ار 2 وار 3 وار 4. مين اعلى واحد فيهم؟ ار 2. ار 4 192 ولا 10 ولا 192؟ لا 192. 168 5 ولا 7؟ لا 7. يبقى ده الدي ار. مين اللي بعده في نفس الشبكه؟ يبقى ده بي دي ار، وده عامه الشعب بيسموه الله دي ار اذر الاخرون. تمام كده. طيب دي شبكه الايه؟ لا السويتش. هو المفروض اصلا في الكتاب جايب لك ما بيحصلش انتخابات غير على الشبكه بتاع السويتش لان هي المهمه. طيب بس نجيب كله ار 1 وار 2، مين فيهم يبقى الريس؟ ار 1 ب 3 وار 2 ب 5، مين الريس؟ بقى ده الريس في الشبكه دي صح كده؟ طيب ما بين ار 2 وار 3 مين اللي بريس؟ ادي ار 2 ب 5 وار 3 ب 10، يبقى ار 2 اهو يا ابني ده بين 192 وده ب 10 192، يبقى ده الريس كمان في الشبكه دي صح كده؟ خد بالك خد بالك، كل شبكه بيبقى عليها رئيس ونائب. في الامتحان بقى بيجيب لك شبكات المالتي اكسس اللي عليها سويتش، هو ده اللي بيحصل عليها انتخابات بتبقى باينه. انما شبكات البوينت بوينت انت رئيس وانا نائب، انت رئيس وانا نائب على طول صح كده؟ طيب تعالوا نكمل كده مع بعض. بيقول لك احنا بنختار الرئيس، طب بنختاره ليه؟ عشان هو اللي يبدل الاول الداتابيس بتاعته. ماشي يا عم. في السويتش بقى لما يكون عندك سويتش بتبقى فيه كارثه. كارثه ليه؟ كارثه ليه في السويتش او شبكات المالتي اكسس اللي فيها سويتش؟ الاوز بي اف لما بيجي يشتغل شبكات المالتي اكسس ممكن ما يقومش. ازاي؟ بص يا عم باسم، لو انت عندك سويتش اهو والسويتش اهو، السويتش اهو، راوتر اهو، راوتر اهو، راوتر اهو، تصور لو الراجل ده عايز يقول هالو لجيرانه، هو الراجل ده جنبه كام جار دلوقتي؟ واحد ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة، ما ده سويتش يا عم كانه مش موجود. فانا كده هبعت هالو، السويتش هيكريت منها كام رسالة؟ ثلاثة، وهيترد لي منهم كام رسالة؟ هالو، الراجل ده هيرد عليا بهالو، والراجل ده هيرد عليا بهالو، والراجل ده هيرد عليا بايه؟ يعني الرسالة الواحدة بتتكرر كام مرة؟ ست مرات، ثلاثة رايح وثلاثة جاي. طب لو قضيت، لو عندي 10 شبكات ابعت لك 10 رسائل هطلبهم في ستة، 10 ابديت هترد عليا ب 10 اكنولج صح؟ فقال لك لا ده دي كده كارثة. فالاوز بي اف لما بتيجي نشغله في شبكات المالتي اكسس، يعني ايه شبكات المالتي اكسس؟ اللي هي الشبكات اللي قدامنا دي اللي في وسطها سويتش، بنختار راوتر منهم يبقى رئيس، ونختار التاني يبقى ايه؟ فانت حضرتك لما تيجي تبعت الابديت هتبعتهم لمين؟ للرئيس والنايب بس. يعني كل ابديت هيطلع منه كام نسخه؟ اتنين بدل 10، لو احنا 10 شبكات 10 راوترات، واحده للرئيس وواحده للنايب. ايه؟ مين الرئيس ومين النايب يعني؟ هتحدد مين الرئيس ومين النايب. بس لو انت عايز تبعت للرئيس والنايب قاموا حاجزين لهم مالتي كاست ادرس 224.006. يبقى كل الناس اللي على السويتش لما تيجي تبعت الابديت بتاعها بتبعته على كام؟ 224.006. ده بيروح منه نسختين، واحده للرئيس وواحده لايه؟ للنايب. الرئيس يجمع الداتابيز من كل الناس، الرئيس يجمع الداتابيز من كل الناس، وبعد ما يجمع الداتابيز من كل الناس هو يبعت لبقيه الناس بقى دي ار، ياخد بعد ما الداتابيز اتكونت عنده يبعت لدي نسخه ودي نسخه ودي نسخه. طب الرئيس بيبعت لبقيه الناس للدي ار اذر على ادرس كام؟ 224.005.
5 الله يكرمك بالظبط على المج صح كده ده الخمسه دي تاني تاني بقى واحده واحده واحنا لو نفهم بقى الحته دي ونخلص نطلع بريك ماشي. عندنا سويتش بيقول لك عليه راوتر 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 راوتر. المفروض الطبيعي يا ولاء ان كل راوتر يبعت للراوتر التاني هلو. فالراجل ده دلوقتي هيبعت كام هلو؟ واحده لده واحده لده واحده لده كده ثلاثه. ده هرد بهلو ادي كمان اربعه، هرد بهلو خمسه، هرد بهلو سته. يعني كل رساله طالعه ست مرات. فبيقول لك احنا بنجيبها بالقانون ان في ان ناقص الواحد على اتنين، حيث الان دي عدد الراوترات اللي عندنا في الشبكه. فلو هم اربع راوترات يبقى اربعه في ثلاثه على اتنين فيها كام؟ ست صح؟ مش اربعه في ثلاثه ب 12 على اتنين ست. طب لو عندنا خمس راوترات يبقى خمسه في اربعه على اتنين بقت كام؟ 20 بقى بتاع 10. يعني كل سنة تتكلم 10 مرات لو انت عندك خمس راوترات. طب لو انت عندك ستة يبقى ستة في خمسة على كام؟ على اتنين. ستة في خمسة بكام؟ 30 على اتنين 15. يا نهار ابيض. ده كل ما زود الراوترات عدد الرسائل بيزيد بطريقة فظيعة. فقال لك نعمل ايه؟ قال لك نعمل انتخابات، واحد فينا يبقى رئيس والتاني يبقى النايب. كل الناس تبعت للرئيس والنايب. زي ما بقول لكم بالظبط اول يوم، بدل ما كل واحد يتعرف على خمسه ولا سبعه ولا ثمانيه، لا جمعوا لي اساميكم في ورقه وانا هندها، فكل واحد يبقى ايه؟ عارف الاسامي اللي موجوده. فكل الناس بتبعت للرئيس والنائب، بتبعت لهم على ايه؟ دي ار اذر عامه الشعب اهو، بيبعتوا للرئيس والنائب على كام؟ على 224 006. الرئيس يكون الداتابيز بتاعت كل الناس وبعدين يبعتها لكل الناس بقى. فالدي ار يبعت للدي ار اذر على كام؟ على 224005. طب والنائب بيعمل ايه؟ قاعد يسمع بس ومنتظر الرئيس يموت. لما الرئيس يقع النائب يبقى رئيس والباقي نختار ما بينهم مين؟ نائب جديد. انت فاهمني؟ عشان باقب يعني، عشان الشبكه ما تقعش. فالنائب ما بيعملش حاجه، بيجي له نسخه بالظبط زي الرئيس بالظبط بس قاعد بيسمع. لما الرئيس يقع النايب يبقى رئيس. ما اعرفش بقى. ها تمام كده؟ في مشكله؟ ها في مشكله كده عند حد؟ تمام. فبيقول لك شبكات، الشبكات اللي قدامنا دي، دي كده كارثه ان كل واحد يقعد يبعت للتاني يقعد يبعت للتاني. لا ده الشبكه كده هتقع. امال الحل ايه؟ قال لك ننتخب واحد رئيس والتاني ايه؟ والتاني نايب. تمام. ممكن نقف لحد هنا، ناخد بريك لو انتوا